السلام عليكم خاوتي، خوكم سفيان توجو. حبيت برك اليوم نهضر على الموضوع هذا وما نزيدش نهضر عليه باسكو جامي شغل هضرت عليه. كدرت راح ندير له عنوان باش الناس كامل تدخل كي تحوس على الجهوزيه، وراح ندير له عنوان يكون باش يجلب العباد لو بلو قد ما قدرت باش الناس تدخل وتفهم بيان، باسكو كثروا كاين بزاف تاع الجهوزيه في تاع المقنين وتايا، بصح الناس ما مش فاهمين المقنين كيفاش يعيش، كيفاش تسمى الدوره تاعو تاع العام. مش حبيت نهضر، حبيت نقول باللي الجوزي باش تفهم الجوزيه تاع المقنين لازم تفهمو اكزاكتومون في الطبيعه، يعني في الطبيعه هو نقولوا من العام كومبلي، نقولوا من تغير الريش الاول حتى تغير الريش اللي منها، هذا زعما نقولوا غير الريش ومن بعد حتى تغير الريش، تما يجوز على المراحل هذو كاع. في الطبيعه خاوتي كنت تبعوا المقنين تلقاوه باللي في الشتاء لازم يغير الريش تاعو، بالك الغذاء تاعو هنا يتمركز على بروتينات، يسحق بروتينات 12% تاع الغذاء تاعو بروتينات، وياكلهم يلقاهم الحبوب يلقاهم في الشجر يلقاهم، باسكو تنقص الغذاء ينقص كما في البحاير وكذا، تلقاه جينيرالمون يجيب الحبوب تاعو من الشجر في السقاط، هذا في السقاط في تغيير الريش. ومن بعدك مور تغيير الريش كاين بزاف حبوب واحده اخرى، بصح هو فهنا الغذاء تاعو يكون الغذاء تاعو في الشتاء، هذه لابيل تاع الشتاء يكون ناقص، ما كاش بزاف الغذاء ما يتوفرلوش في الطبيعه. حب يقول تما واش عنده طاقه واش عنده بروتينات يستعملهم في تغيير الريش وباش يسخن روحو، خاطر على تجوز عليه الشتاء بارده باش يسخن الزاوش يسخن. ومن بعدك مور تغيير الريش يبدا يتسقم الحال وبدا بلاقل، ومن بعدك يلحق الربيع يزيدوا الحبوب، يزيدوا بزاف الحبوب باسكو الطبيعه كتعرف الطبيعه شحال يتوفر فيها الغذاء. من بعد حب يقول الغذاء تاعو يتنوع، مع الغذاء تاعو يتنوع وطول النهار والسخانه والتغيير تاع درجه الحراره يبدا يوجد جينيرالمون، هذا يبدا يوجد ومن بعدك يبدا عنده طاقه بزاف يستعملها في الريش، وقت تقوم باش يروزي الباك هذيك يسحق طاقه، تو شنو يسحق بروتينات على الانتاج، باسكو لازم يكونوا فيه البروتينات باش يقولوا يلقح الانثى، لازم له بروتينات على الاقل يكون فوق 20% 22% كاين اللي يقول لك حتى 25%، بصح فوق 20% تكفي. على بها في الطبيعه في وقت قبل وقت الانتاج يكثروا بزاف الامور الخضراء، ياكل حاجه خضراء، ياكل الورد، ياكل هذاك اللي اسمه الهنديبه، ياكل هكذا باش هذا، خاطر الحبوب وحدها الجافه بلا الخضر والفواكه ما تلحقلوش البروتينات لل 20%، حبي يقول البروتينات تاعو يبقاو في 10% يبقاو ماكسيموم، خاطر بلا خضر وبلا الفواكه ما يلحقش، امبوسيبل يلحق البروتينات فيه في الكور تاعو فوق 20% باش يلقح لا فمان هكذا، تسمى باش يعمر روحو المقنين هكذا. تسمى حبي يقول باللي هادو مكملات غذائيه، وهذا واش حبيت نفهمكم، المكملات الغذائيه هادو وكذا هادو ما عندهم حتى معنى باسكو ما يفيدوش المقنين، بالكونترار يزيدو الروح. حبي يقول الجهوزيه تاع المقنين يجهز وحده، لازم يكون في صحه جيده اولا، هذا واش يسحق يكون في صحه جيده، ومن بعد يوجد وحده، ما ديروا نيك مكملات غذائيه هذو ما راهم يضروه. جينيرالمون الناس يميولوكم غير في الحاجه اللي ينجحوا فيها، بصح ما يميولوكمش الحاجه اللي يفشلوا فيها، ونعاهدكم باللي هذو اللي يستعملوا مكملات غذائيه غير جينيرالمون الماكسيموم تاعهم غير كاع يفشلوا بزاف، والمقنين تاعهم يمرض. هذا واش حبيت نقول لكم، الجهوزيه تجي وحدها. تسمى انت واش دير في الشتاء، نقص له الحبوب تاع الطاقه، ونقص له تسمى ما تزيدلوش. عطيلو كامي تاعو ولا ماني طوبا ولا تكفي، بصح في الصيف كيما نقول لك يلحق قريب الربيع 12 سمانه 2 سمان قبل ما تنتج به لازم تعطيلو تزيد له شويه، نقولو كيما حنا دوار الشمس زرع كيف وتكثر له ثاني الخضر والفواكه، كيما نقولو حنا ماذا بك يكونوا عشاش كيما حشاوش الغابه، باسكو سي كيما نقول لك حاجه اورغانيك وموالف على المقنين هكذا. ومن بعدك هو باش تعمرو باش تيفيتي الرسم البيض اللي ماشي ملقح، وهذا ما كان هذه الجهوزيه تاع المقنين، ما فيها ني مكملات غذائيه، ما فيها ني نحي تجيب وسيباري، ما فيهاش اللي راهم يقولوا هكذا مع باش ما نجيبوا المعلومه تاعهم، بصح المعلومه تاعهم 100% خاطئه. هذا واش حبيت نقول لكم خوتي، اختيكم هذه كيف تجهز المقنين وتشوف داخل وتشوف تبع هذا وكيف تتبع هذا وهذا، هذه هي كيفاش تجهز المقنين، وهذه هي الطريقه تاعي، وراكم تشوفون البان تاعي واجدين والحمد لله مروسين الباب الريش تاعهم شباب،
وي كوبلي و لي مالي لي فو مالي با بروبليم هكذا خلاص. وخوكم سفيان توجور والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.